أمانة جاب لنا كفلا ما تزوجوا موقع ثانية قلت تزوجوا بداية الحرب سمعت بعدها كان من الطوائر بيحل القيق أمي عاد قلبها حارق قالت يا رب كوعك جالس عم يتصال بصلاة بعدها قالت فعال على المخير قلنا يا طائره بالله علي جمانه سيدي سوى محبوب لا جحانه قولي لا صاروخ من فلانه حق الخيانه والمصالحه الله قولي لهني ساليه لحالي لا عاد يراضيني ولا يبالي انا ازيد عشق كذو في دالي الله على قد زوجي الله الله ودر السنه لبي طبي در انه انا كتبته يرسل لي يا ملعون وانا اكتب لي بعد انا اكتب لها من ابي لامي قال سيف الله يا طير لا تلعن سلام انا سمح لنا نطابا ولا تقول اني حبيب خاين هذا كتاب الله وسنه الله ما دام وانا كف مش مقصر ما ميل عن حبي لها ولا اعصر والله رب العالمين ينصر من حب من قلبه بلا مقاومه وبعدها يقرح قلبه مكرمه مسار اصبري قال اصبري شايف قديش بيرجع قلت الشجن يا مسلمين يوجع ما فعل قلبي ما رضيش يهجع ولا قدرت اسال الغرام وانساه بنهدتي والدمع بين زكي وفي الصلاة أدعي عليه وابكي الروح ضمية والجسد بينكي وعلى ذا الهجم اتقى الله ودرس له أو يضبح يقول يا ملعون فتح عينيك الشي سندفه الشي في الصلاة يزعل قال أتهجعين من الحزاوية ومع ماشي حرم لذني ذا أطول زوج الطبان سلطان لا تربع يحب من قلبه وما يقول آه حنين قلبي يا مرح حنيني كان شائمك من قسوتش بحيني لو لنني اديت ليش طبيبه تشلني في عيلها والله قالت امي والله ما عاد تمشي صح انت انا